السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم أنا شرح إن شاء الله بسيط وسهل، وإن شاء الله أنا بقدر استطاع أني أبسطكم. اليوم أنا درس عن استغلال ثغرة في متصفح الإنترنت إكسبلور عن طريق ثغرة البورت 81، وهاي الطريقة راح نكتشفها عن طريق نظام أو أداة الميتا سبلوت. طبعا اللي أريد من عندكم شوية شباب تركيز، لا أكثر ولا أقل. أول شي نجي نفتح الميتا سبلوت، شوية تتأخر بالفتح، إذا تقدر يشغل دقائق الانتظار بالاستغفار إن شاء الله راح تفتح. الحمد لله طبعا فتحت عندنا، طبعا عندنا هاي الأوامر الـ17، طبعا عندنا هذا الأمر يوز ويندوز أو بروزر هنسوي ديكاب هم بيجي. طبعا هو اللي هو راح نستغل الثغرات من خلاله، نضغط انتر. طيب هنا شو اوبشن اظهار الثغرات مثل ما تشوف معنا طلع فعلا. شوفوا هاي طلعت عندي، اللي هي من خلال هاي الثغرة. طيب راح نكتب هذا الأمر اللي هو نتأكد من وجود هاي الثغرة إذا كانت موجودة أو لا. طيب انتر. طيب عندنا تمام فتحت ما بها اي اشكال. طيب نجي نكتب هذا الامر اظهار البايلوت، العفو البابلوت بهاي الثغرة، اظهار البابلوت من هاي الثغرة. ننتهي انت. طيب اشتغلت عندنا اشكال. هسه نجي هنا نعطي تحديد البورت اللي قلت لك لازم، والأهم هو نستغل الثغرة من خلال بورت 81. طيب تمام اشتغل عندنا البورت. طيب هنا اكو مشكلة، لازم يعني لازم هنا نستغل البورت 80 8080. طبعا هو في مشكلة، لازم الوحيد يكون عنده بورت 8080 مفتوح. في عمل شوي لازم نسوي، لذلك افضل الاستغلال عن طريق البورت 81. طبعا هنا نكتب هذا الامر، هذا الامر هو للتاكد من ان الضحيه يستخدم بورت 81. طيب هنا تجي تحط اي بي اف سيت على هوست. وإذا تريد تطلع أي بي جهازك نكتب هذا الأمر. تشوفون ما طلع عندنا أي بي، هذا العالم ممكن. طيب هنا اكسب لايت استغلال. شوف انت تشوف مثل ما تشوف امامك، انا ايش صارت الثغرة والمواضيع، اي اشكال
وطبعا هاي الثغرة لازم تكون عن طريق مثل ما قلت لك المتصفح الانترنت اكسبلور، يعني غير متصفح ما تستخدم هاي الثغرة. طيب احنا حطينا الاي بي مالتنا، هسه هذا نسوي له كوبينج ادرس. طبعا عندك هذا موقع اختصار الروابط او توجيه الروابط، يعني هو موقع تمر بيه الضحية عن طريق رسالة، يعني راح تشوف هسه وياي شلون راح يكون هذا، راح تشوف الاي بي مالتك شلون راح يتغير الرابط مالته، يتغير الى رابط ورابط وهمي طبعا. هذا عندك هذا هذا الموقع. لا لا شوية عند الإنترنت مو تمام. الحمد لله وشكر. الاي بي مالتك شوف هنا شلون تحول الى رابط، هذا راح يتكون عندك الاي بي مالتك الى رابط، تقدر ترسله عن طريق البريد الالكتروني، تقدر ترسل لي عن طريق الفيسبوك تويتر. طبعا انا شوية عندي النت ضعيف، وان شاء الله اكون وفيت بالشرح وياكم. واللي قلت لك لازم اهم شيء الاستغلال يكون عن طريق متصفح الاكسبلور، يعني اذا تريد تشتغل بهاي الثغرة لازم تحط ترسل له الرابط عن طريق هذا، او يعني اذا حبيت انت تجرب. طبعا انا قلت لك مثل ما قلت لك شوية عندي النت ضعيف، وان شاء الله اكون وفيت بالشرح وياكم. وانا مريض طبعا، كل من يستخدم اي شيء يخص الاختراق ضد اخوك المسلم. كان معكم اخوكم هاوي هكر، وهذا ايميلي لاي استفسار اي طلب، انا جاهز ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم انا يعني شرح ان شاء الله بسيط وسهل، وان شاء الله انا بقدر استطاعي اني ابسط لكم. اليوم انا يعني درس عن استغلال ثغرة في متصفح الانترنت اكسبلور عن طريق ثغرة البورت 81، وهاي الطريقة راح نكتشفها عن طريق نظام أو أداة الميتا سبلوت. طبعا اللي أريد من عندكم شوية شباب تركيز لا أكثر ولا أقل. أول شي نجي نفتح الميتا سبلوت، شوية تتأخر بالفتح، إذا تقدر يشغل دقائق الانتظار بالاستغفار إن شاء الله راح تفتح. الحمد لله طبعا فتحت عندنا، طبعا عندنا هاي الأوامر الـ17، طبعا عندنا هذا الأمر يوز ويندوز أو بروزر هنسوي ديكم هم بيجي. طبعا هو اللي هو راح نستغل الثغرات من خلاله، نضغط انتر. طيب هنا شو اوبشن اضغط الثغرات مثل ما تشوف معنا طلع فعلا. شوفوا هاي
هاي طلعت عندنا اللي هي من خلال هاي الثغرة. طيب راح نكتب هذا الأمر اللي هو نتأكد من وجود هاي الثغرة إذا كانت موجودة أو لا. طيب انتر. طيب عندنا تمام فتحت ما بها اي اشكال. طيب نجي نكتب هذا الامر اظهار البايلوت العفو البابلوت بهاي الثغرة اظهار البابلوت من هاي الثغرة. ننتهي انت. طيب اشتغلت عندنا اشكال. هسه نجي هنا نعطيك تحديد البورت اللي قلت لك لازم، والأهم هو نستغل الثغرة من خلال بورت 81. طيب تمام اشتغل عندنا البورت. طيب هنا اكو مشكلة، لازم يعني لازم هنا نستغل البورت 80 8080. طبعا هو في مشكلة، لازم الوحيد يكون عنده بورت 8080 مفتوح. في عمل شوي لازم نسوي، لذلك افضل الاستغلال عن طريق البورت 81. طبعا هنا نكتب هذا الامر. هذا الامر هو للتاكد من ان الضحيه يستخدم بورت 81. طيب هنا تجي تحط اي بي اف سيت على هوست. وإذا تريد تطلع اي بي جهازك نكتب هذا الامر. تشوفون ما طلع عندنا اي بي، هذا العالم الموجودين. طيب هنا اكسب لايت استغلال. شوف انت تشوف مثل ما تشوف امامك انا ايش صارت الثغرة والمواضيع اي اشكال. وطبعا هاي الثغرة لازم تكون عن طريق مثل ما قلت لك المتصفح الانترنت اكسبلور، يعني غير متصفح ما تستخدم هاي الثغرة. طيب احنا حطينا الاي بي مالتنا، هسه هذا نسوي كوبينج ادرس. طبعا عندك هذا موقع اختصار الروابط او تنميه الروابط، او يعني هو موقع تمو بيه الضحية عن طريق رسالة. يعني راح تشوف هسه وياي شلون راح يكون هذا، راح تشوف الاي بي مالتك شلون راح يتغير الرابط مالك، يتغير الى رابط ورابط وهمي. طبعا هذا عندك هذا الموقع. لا شوية عند الانترنت مو تمام. الحمد لله وشكر. الاي بي مالتك شوف هنا شلون تحول الى رابط، هذا راح يتكون عندك الاي بي مالتك الى رابط، تقدر ترسله عن طريق البريد الالكتروني، تقدر ترسله لي عن طريق الفيسبوك تويتر. طبعا انا شوية عندي النت ضعيف
وإن شاء الله أكون وفيت بالشرح وياكم، واللي قلت لك لازم أهم شيء الاستغلال يكون عن طريق متصفح الإكسبلور. يعني إذا تريد تشتغل بهاي الثغرة لازم تحط ترسل له الرابط عن طريق هذا، أو يعني إذا حبيت أنت تجرب. طبعا أنا قلت لك مثل ما قلت لك شوية عندي النت ضعيف، وإن شاء الله أكون وفيت بالشرح وياكم. وأنا مريض طبعا، كل من يستخدم أي شيء يخص الاختراق ضد أخوك المسلم. كان معكم أخوكم هاوي هكر، وهذا إيميلي لأي استفسار أي طلب، أنا جاهز إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.